هايل جدا واساسي ومفصلي، لان انت بتدخلي وبتقربي من الاسره وبتوصلي كل الرسائل اللي المطلوب انها توصلها. فانت ليكي مصداقيه عند الاسره، انت ليكي داله عندها، يعني ليكي يعني في التكليف بينك وبين الاسره. خلاص عرفوكي وحفظوكي واستأمنوكي على دخول بيتهم وبيستقبلوا منك اي رساله ومصدقينك. فانت دورك مهم جدا ما نقدرش ننفذه. الفكره بقى في تغيير اللائحه، وهي دي يعني المشكله الاساسيه واللي ان شاء الله هنتكلم فيها باذن الله يعني. واكيد اكيد في المحافظات الاخرى في نفس المشكله. فاحنا لما هنتكلم عن شريحه كبيره.